أهلين، تفضلي. ليش هيك موبايلك مثل اللي طالع من القبر؟ قالوا له واحد يموت ويرجع يعيش مرة تانية. لا بالله الحرامة، بدك ترجعي تعيشي كل هالمرة تانية؟ لا شكرا دائما. استني صحي رجلي ميتين. شرفي منك طلب. طالبة كثير، تفضلي. لا تقولي لي ما فيكي تكتبي دور للينا بمسلسلك الجديد. لك هي لعن ابو المسلسلات، ايه؟ هلا بلشتي تسبي وتلعني لاني طلبت؟ انا من يوم يومي بسب وبلعن. بس خلص، بس لبلش انا بالخدمة، تكرمي. لك مو على اساس مبلشة؟ بتعرفي احساس اللي بيكون وصلان للحلقة 25 وما عم اذا موصلة لل 25 معناته في دور خرج لينا؟ لك جايتك بالحكي. بتعرفي لهذا الشعور؟ أكيد ما بتعرفيه. المهم هلأ أني أنا بالحياة حاسة حالي وصلاني للحلقة 25 وما عم لاقي ولا حدث اتحشه لا أقفل هالمسلسل ووصله للثلاثين وأخلص. لك أنا بعرف النهاية بس ما عم بعرف كيف بدي نط عليها. هلأ بالله ورد ما فيكي تخلي لينا تمثل شي دور بمسلسلك؟ نظرياً؟ إيه عن جد بتكوني فضلتي على رأسي. لك من البداية لو انك خليتيها تدرس الفرع اللي بدها اياه ما كان افضل. البداية لازم نرجع للبداية لحتى نلاقي حدث نمط فيه هالمسلسل ونوصل لل 30 حلقة ونخلص بقى. انا فضيانة هيفا، فضيانة، حاسة حالي فاضية، حاسة اني لازم ابكي بس مو جاي على بالي. وليش لازم يعني؟ لأني مخنوقة. مين؟ شبكة ثابتة؟ علينا من جوا؟ ما بتتخيلي قديش مبسوطة، حطوا اسمي ضمن أسمائي بدنا نروح على المهرجان الفنيون في فرنسا. حادثة رح يخوزقوني ويقيموا لي اسمي. بكره بيجي حدا وبياخذها بالواسطة بالهفا. انه انت ليش لازم دائما تمقتي حالك؟ لشو هالتفكير الكوارثي تبعك؟ اختي بس يشيلوا اسمك ابقي الطمي. لك مو انا اللي عم بمقط حالي. هلا معلش قولي لي شي حدا سعيد مر بحياتي وانا بخرس. صحتك منيحة؟ دخلتي الفرع اللي بتحبيه، عم بتدرسي بالمعهد، عندك رفقات، ساكنة ببيت ماشي حاله يعني مو بالشارع. ايه الصحة ايه، بس بعد شو؟ بعد ما اكلت رعبة؟ استاذة بالمعهد يعني راتبي جودي. ايه قدم منك حدا بيتبروز انه عم يدرس بالمعهد ما في، ما افرطي لنا اياها والله ما رح احسدك. ايه على شو بدك تحسديني؟ لك حتى انك لحالك هي بخيارك، مو مفروض عليكي فرض. ليكو بسام شلف حاله عليكي شلف وانت ما رضيتي. لا بس هي مو اسمها خياراتي، يعني بسام اصلا مو من ضمن قائمة الخيارات تبعي. بالنسبة لإلك، بس بالنسبة لإلي كان الزلمة اللي بحب اقضي معه كل عمري. مرح، فهيم، كريم. يعني انت شو بدك اكتر؟ ما بدي شي والله، بدي اقوم اطبخ لانه صارت الساعة 12 يا دوب لحق.